فاضلين ايه الاخبار؟ ازاي النيو كامر بتاعتنا؟ النيو كامر زفت. ليه؟ علينا انت عملتي ايه؟ لا ولا حاجه، انا ما كانش عندي اي كلاسز بدري اصلا، جاي مخصوص عشانك. طب ما قلتليش ليه يعني كنت جيت بعربيتي؟ لا عادي، انا كنت قاعده مع اصحابي بره عمالين نهزر مع بعض. يا جميله فين صحيح ما جاتش؟ ما اعرفش، عماله تعرفني على ناس غريبه من الصبح وبتختفي، مش فاهمه. انت جبتيش الاكل؟ اكل ايه يا بنتي؟ انت على طول همك على بطنك. يا بنتي المحاضره هتطول. ما جبتش حاجه، ما حدش، ما شفتيني متاخره اهو. ايه يا جماعه ده؟ ايه؟ جميله طالعه لايف على فيسبوك. ايه ده بجد؟ ازيكم؟ انا عارفه ان انتم مستغربين ان انا فاتحه لايف، عشان انا عاده يعني ما بعملش كده، بس انا كنت عايزه اشارككم بفكره. بكل اختصار انا من الفانز بتوع احلام والجروب بتاعها والبرنامج بتاعها. لما توقف البرنامج كنت حاسه بصراحه ان في حاجه مهمه قوي ناقصه، ده غير ان احنا بيبقى عندنا مشاكل وبنبقى عايزين نحكيها لبعض وناخد راي بعض. فانا قررت ان انا هعمل جروب للبنات، وجروب للبنات يعني ما فيهوش ولاد خالص، والجروب ده هيفضل سيكريت، يعني ما فيش اي حد هيعرف انت مين. انا بس عملت الفيديو النهارده من الاكونت بتاعي عشان صحابي يعرفوا، وعشان لو في حد حابب يدخل الجروب يعمل جوين ان، وانا هدخله الجروب على طول. وزي ما كلكم عارفين الحكايات ما بتخلصش، وقعده البنات بتبقى كلها رغي وضحك ونم وحب وحاجات ما بنبقاش متخيلين اصلا ان هي بتحصل في حياتنا. فعشان نستفاد من خبره بعض، زي ما في حكايات بتطول في حياتنا، في حكايات تانية بتنتهي أول ما بتبدأ على طول، بس في الآخر لكل حكاية نهاية، وبعد كده بتبدأ حكاية تانية من أول وجديد في حكايات تانية. البدايات دايماً صعبة، بس النتيجة بتكون على ميزان، يا تاخدك لفوق يا تاخدك لتحت. صباح الخير. انا ساير، و ده كورس التمثيل، فانا هعلمكم التمثيل، بس انتوا لازم من جوه كده تبقوا بجد عايزين تتعلموا، لان انا مش هعرف اعلمكم حاجه لو انتوا مش حابين تعملوا كده. سمارتفون اتفضل. معلش يا دكتور، انا اسفه. لا اتفضلي.